صباح الخير من جديد مشاهدينا الكرام ومستمرين معكم في فقرات برنامج هوانا الوطن، ويعني بنضل في ذات البوتقة الطبية والصحية. صحيح، وهلا على سيرة العين الأرنبية اللي تابعنا تفاصيلها مع التقرير اللي تابعناه مع بعض، أكيد بعض الناس اللي سمعت بتقول هلا بتصير تفكر تتذكر، طب معقول أنا تكون عيني هيك؟ بده يصير هلا يركز أكثر بنومته أو بعينه وهو نايم، بخاف بتوهم مغمض منيح ولا عينه أرنبية فاتحها شوي، خاصة إنه في برافقها حالات إنه الرؤية ضبابية بتكون وأرق ووجع راس، فالله يكون بعونهم. وكتير هيك من الأشخاص لما بيسمعوا عن حالة مرضية معينة أو عن انتشار مرض بصيروا يراقبوا حالهم أو يتوهموا إنهم هم مرضانين كمان. صح، صارت معك انه انت تحس حالك انه ممكن تكون مرضان بشيء؟ جدا بتصير معي بشكل مش مستمر، يعني من فتره لفتره. انا حابة اتعرف اكثر على هذا الموضوع من خلال الدكتور اياد ابو بكر، استشاري امراض عصبيه ونفسيه. دكتور نورتنا، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لكم للمشاهدين جميعا. اهلا فيك. يعني خلينا نقول انه شيء طبيعي الناس تتوهم انها هي مريضه؟ لا، هو توهم المرضي يعتبر من الاضطرابات النفسية الشائعة الموجودة عندنا في المجتمع الفلسطيني، يعني ما نسبته تقريبا 10-12% من السكان يعانون من هذا الاضطراب، فهو غير طبيعي. يعني أكيد مش قليلة النسبة برضه تعد؟ لا طبعا غير قليلة أكيد. أها، طب السبب أو التفسير العلمي الطبي لهاي الحالة كيف بيكون؟ التوهم المرضي هو عندما يكون الإنسان أو المريض لديه شكوك قوية وخوف شديد أنه يعاني من مرض معين، يمكن طبعًا كمان الأمراض المخيفة بالذات. نعم، وخاصة طبعا أمراض السرطان، أمراض الإيدز، أمراض القلب، هاي أكثر الأمراض اللي الناس عندنا هنا بنحسهم تجيهم الشكوك والأوهام أنه بيعاني منها. طبعا هذا الخوف الشديد وهذا الشك يدفع الإنسان أنه يكون دائم الخوف ومستمر الخوف على حالته الصحية، فهذا يدفعه أنه يضل يطمن على صحته، يدفعه لأنه يزور كثير من الأطباء، يعمل الكثير من الفحوصات، فهو ينهك طبيا وينهك ماديا، وكذلك وقته يذهب هدرا ونفسيا يعني. أكيد، لأنه أيضا يعني هو يعاني من خوف شديد على صحته. طب شو سبب هذا الخوف بالأساس؟ يعني هو اضطراب، هو لا إرادي، بكون اضطراب نفسي، ولا بكون بناء على تجارب شافها أو سمع عنها، أو إنه عنده بالعائلة يمكن أمراض وراثية فبيخاف أنه هلا لو بدنا نتكلم عن الأسباب الدافعة لظهور هذا الاضطراب فهي كثيرة. هلا إحنا بنوجد أنه كثير من الناس لديهم نوع من أنواع الوراثي، يعني المقصود انه في العائله كثير من الناس عانوا ويعانوا من هذا الاضطراب. يعني لو ناخذ التاريخ المرضي والعائلي بنلاحظ انه في كثير غيره كثير بيعانوا من هذا الموضوع. كذلك نجد انه عندما نسال المريض انه يكون حدا من اقربائه مثلا توفى او يعاني من مرض عضال، مثلا الكانسر اللي هو سرطان او امراض القلب او غيرها من الامراض الصعبه، فيصبح لديه الشكوك انه انه هو ايضا ممكن يكون عنده هذا المرض. يعني الخوف بضل موجود عنده من نعم، الخوف طبعا يدخل لداخله ويسيطر عليه. الافكار المرضيه التي تبدا بالظهور في راسه انه هو لديه مرض، هو يعاني من مرض، يبدا بزياره الاطباء، بزور اول طبيب بيعمل له كل الفحوصات اللازمه، بيوجد ما في عنده شيء. بعد يوم يعني بيطمئن يوم يومين ثلاثه، بعدها بيرجع الافكار بترجع له كمان مره انه هو يعاني من مرض، لكن هذا الطبيب لم يهتم به كما يجب، لم يعمل الفحوصات المخبرية أو الإشعاعية اللازمة، فهو يعني لم يشخص صح، فيذهب إلى طبيب آخر، وهكذا تبدأ معه رحلة الدكتور شوبينج بنسميها، اللي هو زيارة الكثير من الأطباء. يعني بيحضر إلينا المريض للعيادة، تأكد بيكون معه كيس من الفحوصات، كيس من الأدوية رهيب جدا، وبتسأله زرت طبيب فلان والفلان، ما خلاش طبيب إلا زاره، وكما قلت أنه تبقى هاي الأفكار مسيطرة عليه، ودائما هو في رحلة البحث عن التشخيص لحالته المرضية التي هي غير موجودة أصلا. هل هو الوسواس القهري؟
التوهم المرضي لدرجة ما بيكون هو إحدى طيف الوسواس القهري. ليه؟ لأنه هو أيضا تظهر فكرة في رأس المريض أنه أنت بتعاني من مرض معين، فهو نوع ممكن يكون نوع من أنواع الوسواس. الوسواس القهري مش فقط في ناحية المرض، الوسواس القهري النظافة، في النظافة، نعم تناح حكينا معه قبل، في الأصوات، في العبادة، نعم، في الأصوات، نعم، في أفكار اجترارية كثيرة، فتكرار الصلاة، تكرار الوضوء، فكل هذا نوع من أنواع الوسواس. كمان هنا بحب أنوه أنا أنه توهم المرضي نوعيات ليس نوعيات، يعني في هناك توهم مرضي نفسي أنه الإنسان بيعتقد أنه هو يعاني من حالة نفسية معينة، أو توهم نفسي أو توهم مرضي جسدي، بيجي بيشكي أنه أنا عندي مشكلة في القلب. يا أخي عملنا لك كل الفحوصات وأطباء القلب ما لا هنا بيعرفوش، بيطلع على الأردن وممكن يطلع لبلدان أخرى يبحث عن تشخيص طبعا دون جدوى، لأنها هي عبارة عن أفكار. لكن لو سألنا ليش هدول الناس بيعانوا من هاي الاضطرابات غير أنه ممكن يكون في العائلة كذلك، شو السبب الرئيسي؟ يعني كل الدراسات تؤكد أنه 80% من هؤلاء الناس لديهم اكتئاب، لديهم توتر وقلق، فهذا التوتر والقلق وهذا الاكتئاب يولد عندهم هاي الأفكار. طبعا نسبة النساء يعانون من هذا الاضطراب أكثر، فانتبهوا يعني الرجال أقل النساء أكثر. ليه كمان؟ لأنه إحنا كأناس شرقيين يعني بنحكي عن أمراضنا وأعراضنا الجسدية دون حرج، وهي مهم النقطة. لكن لما بدي أجي أنا أحكي مكتئب أو أنا خايف أو متوتر، فأنا هون بحاول ما أحكيها، فأنا بروح للأعراض الجسدية. والسبب الآخر كذلك أنه هذا الشخص الذي يعاني من توهم المرض يكون لديه حساسية مفرطة للألم، يعني المقصود أنه أنا ممكن يكون عندي ألم بسيط في صدري أو في إيدي عادي بتعامل معه، ممكن أهمله وأنسى. لكن الذي يعاني من هذا الاضطراب اللي هو اضطراب الوهم المرضي يكون له حساسية مفرطة في الألم، فيرى هذا الألم البسيط كأنه كمبلي مضروب فيها فيضخم. طيب يعني أنا أنه نعم. توهم المرض برافقه ألم فعليا بس ما إلها سبب معين، أو إذا أجروا الفحوصات الطبية المطلوبة ما بكون عندهم أي مرض أو أي خلل، بس هو هيك يعني بتوهم أنه هو نتيجة هذا الوجع في مرض عنده. هلأ ممكن أنا حكيت هاي النقطة هلأ أنه هو عنده حساسية مفرطة للألم، هو ممكن يكون عنده ألم بسيط لكن هو يضخم هذا الألم مئات المرات. نعم. فهو من ناحية نفسية فقط، لكن حقيقة هذا الألم الموجود عنده حتى لو كان موجود لا يشكل هذا الخطر ولا يشكل يعني هذا الألم الحقيقي، ما في هيك ألم. طيب في ظاهرة منتشرة بالمجتمع يمكن بعززها الإنترنت ومواقع الطبية المختلفة، هو إنه لما بتقرأ عن مرض معين وأعراضه بتلاقي إنه هاي الأعراض عندي، إنه كل مرض تقرأ عنه بتلاقي الأعراض هي موجودة فيه. صحيح. فهذا ممكن يعد كمان من توهم المرض. هذا أيضا إحدى الأسباب اللي ممكن تزيد التوهم المرضي عند الناس، إنه مجرد سمع عمته عندها كانسر بروح يقرأ عن الكانسر، يعني بيدخل على النت وتعرف مواقع النت مش كلها اصلا دقيقه. فيبدا بالشعور انه انا عندي كانسر، عنده حدا عنده مرض القلب، فبيروح يقرا كثيرا في مرض القلب فببلش يشعر انه هو عنده هذا. عشان هيك احنا بندعو الناس دائما ما تروح تبحث في مواضيع هي يعني ليست متخصصه فيها، لانه ممكن تفهمها غلط وتسقطها على نفسها، وهذا احدى فعلا الاسباب اللي ممكن يزيد التوهم. طيب. المرضي. طيب دكتور، بالنسبة للشخص اللي بيعيش في حالة التوهم هاي شو أفضل علاج له؟ هلأ مراجعة الطبيب بالدرجة الأولى. نعم أكيد. هلأ بس هنا كمان حبينا نوضح نقطة. تفضل. إنه التوهم المرضي درجات. هلأ في درجة إنه بيكون الإنسان عنده خوف وشك فقط، يعني أنا عندما الطبيب يجلس معه ويشرح له إنه مرض القلب كذا وكذا، أنت ما عندكش الأعراض، هاي عملنا لك الفحوصات 1 2 3 كلهم طبيعي، ممكن هذا المريض لفترة ما يشعر بالأمان وتختفي الأعراض ويرجع طبيعي لفترة ما، لكن بعد 4-5 أيام ممكن أسبوع بترجع له الأعراض فيبدأ رحلة البحث عن العلاج كمان مرة. صحيح. والنوع الثاني اللي هو إذا ممكن إذا هذا الإنسان ما تعالجش تزداد هاي الأعراض شدي ووتيري ويصبح هذا الاضطراب وهم. وهم يعني عنده اعتقاد راسخ إنه عنده مرض حتى فهو مش موجود. فهو نعم حتى هو مش موجود. فهنا ندخل على المرحلة الأولى تكون عبارة عن خوف وتوتر وقلق، الثاني يصبح هو عبارة عن يعاني من أوهام مرضية. العلاج هون بيختلف تماما،
في الأول بنعالجها بالجلسات النفسية والأدوية مضادات الاكتئاب والمهدئات، أما الثاني فنذهب إلى علاج آخر تماماً. الجلسات النفسية بتبطل تنفق معه، فبنروح نذهب للعلاجات المضادات الذهان ومضادات والمعقلات مثلاً. طب توهم المرض ممكن يرافقه تغير في السلوك أو التصرفات عند الفرد؟ طبعاً. وهي إيش يعني إحنا عشان نقدر نميز؟ هاي المشكلة، إنه هذا الإنسان نلاحظ عليه تغير في السلوك واضح جداً، يعني العزلة يمكن، غير أنه هو متوتر جدا، مكتئب جدا لأنه مش واجد التشخيص اللي بيبحث عنه، ودائم الخوف على صحته، كذلك يعني يصرف الكثير من الأموال على الفحوصات اللي ما فيش إلها داعي وعلى زيارة الأطباء، يعني كثير من وقته ضائع بدون أي فائدة، وهو يبحث عن العلاج، فهو أيضا كذلك يعني تركيزه في عمله واجتهاده في عمله ينخفض بشكل واضح، فيصبح لديه خلل وظيفي سواء في العمل، إذا كان طالب في دراسته، إذا كان موظف في وظيفته، إذا كانت ست بيت كذلك في بيتها يصبح فيه إهمال وعدم قدرة على إنجاز المهمات اليومية، فهو فعلا أكيد يصبح لديه خلل وظيفي وتغير في سلوكه أكيد. طب يعني إذا الشخص اللي بيعاني من توهم المرض إجا لعندك مثل أي مريض باضطراب نفسي آخر، هل طريقة العلاج أو طريقة تعاملك معه تختلف؟ يعني وطبيعة الجلسة تختلف عن أي اضطراب نفسي آخر؟ لا، هو هنا أهم شيء التشخيص، يتم تشخيص المريض بشكل دقيق، ويتم وضع خطة علاجية للمريض بشكل إنديفيدوال، يعني ما بصير أنا يعني كل حالة مرضية لها طريقة علاجها ولها يعني جلساتها الخاصة فيها. فهو كأي اضطراب نفسي آخر لابد من تشخيصه بشكل دقيق ووضع العلاجات المناسبة لهذه الحالة حسب حالة المريض. ويمكن اللي بيساعد على علاج مثل هاي الحالات هو تقدم وتطور الطب، يعني بتصوير الأشعة والمختبرات وكل هاي الفحوصات اللي ممكن تطمنه بطريقة علمية واضحة إنه أنت تطمن ما معك شيء، وإحنا حلينا كل المواضيع هاي وفحصنا مظبوط. نعم، هنا جزء من العلاج. أنوه لشغلة مهمة جدا، إنه هو هذا المريض أصلا يعاني من خلل في التفكير، يعاني من احنا بنسميها thinking error، غلطه او اغلاط في التفكير، سكيمز، هاي يعني راسخه لديه او في تفكيره انه عنده مرض. فهنا تبدا، من هنا يبدا العلاج، كيف انا بدي اغير هالفكره اللي في راسه بعده اساليب، منها العلاج السلوكي المعرفي، اني انا بدي اخاطبه بشكل سلوك ومعرفي، كيف بدي انا اقنعه انه هذا الحكي ما في منه، لكن طبعا جلسات، وبدها جلسات احيانا طويله صح. وعلاجات، لكن دكتور الشيء الاساسي هو الاراده. أكيد الإرادة، لكن يعني هنا ما بدنا نلوم المريض. تمام، أنا عارف، بعرف إن المريض بيجي عليك بتكون معنوياته منهارة، نفسيته مدمرة، تعباني، فكيف بتتعامل مع هاي النوعيات من البشر اللي بيجيك على العيادة وبكون عن جد منهار تماما، يعني ما فيش عنده معنويات، ما في عنده أي استجابة لأي كلام فيه يعني رفع من المعنويات والهمم. هنا أهم إشي في علاج هذا المريض إني أنا أشعره إنه هو ما بيكذب، يعني في ناس بيقول لك هذا بتوهم معناته هذا بيخلق في الأعراض خلقة وهذا مش صحيح، وهذا ما بصير أنا أتكلم معه بالطريقة هاي، لازم أشعره بإني أنا حاسس فيه، أنا متفهمه جدا، وأنا عارف اللي بيشعر فيه هذا ألم حقيقي، لازم أشعره بالأمن والأمان، لازم أنا أعمل له جدول مراجعات بشكل دوري مستمر، لازم أعيد فحوصاته حتى وأنا عارف أنه على الفاضي بعيد فحوصات، لكن لازم أعيد فحوصاته كل مثلاً 6 شهور مرة حتى أشعره أني أنا حاس فيك وأنا معك وأنا بدي أطمن عليك، وإحنا أي شيء في الفحوصات بين إحنا حنتعامل معه، ما بصير أتعامل معه بطريقة أنه ما فيش فيه عندك شيء، وهذا اللي بصير للأسف أحياناً أنه ما فيش عندك شيء، وأنه يعني بعامله بازدراء احيانا او بيتم معاملته للاسف من الناس مش ذات التخصص بازدراء، انه ما فيش عنده شيء، هذا الحكي يزداد، يعني انت بتدمره هيك يعني بتخلي نفسيته تتعب بزياده، اكتئابه يزداد، توتره يزداد، ليه؟ لانه مش واجد حدا يتفهمه،
لكن لو يوجد واحد والله انا فاهمك هذا الحكي موجود هذا علميا موجود احنا بنعرف هذا جسمك انت هيك الله خالقه عندك حساسيه شوي للالم عندك خوف من الامراض احنا معك احنا فاهمينك هون يشعر بالامان وهذا هو اهم شيء هون بيجي دور الطبيب المعالج لهي الحاله نعم. طيب في الختام ايش من الممكن نقدم نصائح لمثل هذا الأشخاص اللي بيعانوا مثل هاي اللي لسه بالحالات الأولى هيك بالمرحلة الأولى كيف يتخلصوا من الموضوع أنا بدي أكد لكم اللي بيسمعوني أكيد فاهمين شو أقصد أنا بمر علينا حالات بنعملهم عمليات وبيدخلوا كسترات من وراء اضطراب نفسي بسيط زي هيك فإحنا اللي بدنا إياه أنه الوعي لدى يعني حتى الطاقم الطبي دائما أنا بحكيها قبل المجتمع وقبل الأفراد الشارع يرتفع أو يعلى بالاضطرابات النفسية لأنه هذول المرضى عادة ما بيراجعوا الطبيب النفسي آخر واحد بيجوا الطبيب النفسي هذول بيروحوا العيادات العامة بيروحوا أخصائيين القلب بيروحوا أخصائيين أخرى فلابد من اكتشاف هاي الحالات وتحويلها لدوي الاختصاص صحيح. ومن ثم التعامل معها بشكل مهني دقيق ممكن للأسف يتم استغلالها أنه حتى يتم الزيارة أكثر من مرة وأخذ يعني الكشف الطبي ويعني إحنا لن نأخذ سوء النية حنأخذ حسن النية فإحنا بندعو أنه إحنا الأطباء عندنا ممكن أو الكادر الطبي يعني بنحرجه انه حتى يقولوا للمريض انت مشكلتك نفسيه خلينا نحولك على طب نفسي والله انا هذا اللي بعرفه يعني انه في ناس الناس اللي في منها لا يتقبل لكن اذا انا شرحت لمريضي بشكل دقيق شو اللي بيعاني منه وانا شو شاكك وخليني انا استشير الطبيب الفلاني او احولك على طبيب نفسي صحيح. معين الانسان يعني مهما كانت ثقافته سوف يتقبل صحيح. صح من اولها بدل ما يضل يروح ويجي على الدكتور المختص فهيك عند الدكتور النفسي لحتى يوضع حل لمساله توهم المرض نعم كل تحيه لك على المعلومات اللي ذكرتها شرفتنا سعد صباحك